الهدف. نعم نعم ضربهم كواهم أحرق مرماهم. معروف دائما بأدائه القوي في الملعب وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الشعار ومن أجل الفريق ومن أجل الجماهير التي تعشق هذا اللاعب وشخصيته وعقليته. إنها متعة كبيرة عندما تشاهد مثل هذه الكرات من time all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be yours. It's gotta be all or nothing, all or nothing. Gotta be all or nothing, all.
don't matter where we go. It don't matter if we lose it all. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter if we fall down into the darkest place we know. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذه المباراة الكبيرة. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. نرحب بكل من يتابعنا في هذه المباراة المهمة والمثيرة في المنافسة. مهمة قد تبدو سهلة، لكن بالتأكيد هناك ضغوطات كبيرة في هذه المواجهة تحتاج إلى خبرة وحنكة للتعامل معها. مباراة مهمة جدا هذا اليوم، ليست كأي مباراة، الفوز فيها ضروري جدا. مهمة ليست سهلة، ضغوطات كبيرة، سننتظر ما يحدث هذا اليوم. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام تشكيلتي الفريقين. مرت الكرة، يلعب كرة خطيرة، جول، بوم، هدف. نعم نعم، ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. معروف دائما بأدائه القوي في الملعب وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الشعار ومن أجل الفريق ومن أجل الجماهير التي تعشق هذا اللاعب وشخصيته وعقليته. إنها متعة كبيرة عندما تشاهد مثل هذه الكرات من كوفازيتش. سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين، يحاول التركيز على أطراف الملعب في صنع الفارق. هنا تمر، جول، ليلة جنونية، سيناريو مجنون، دراما كروية. ما الذي حدث اليوم؟ هدف ولا أروع.
ضاعت في هذه اللقطة. يجب على المدرب أن يتدخل الآن يحذر لاعبين، لا يمكن أن يصبر على استمرار ضياع الفرص بهذا الشكل. يحاول أن يلعب كرة بينية. جول! يا لها من لقطة هذه اللي حببنا في الكرة. برافو يا ولد. لم ينهار الفريق، تماسك وعرف نقاط قوته جيدا وعرف نقاط ضعف خصمه جيدا، لذلك تمكن من العودة. سدد كرة جميلة. يلعب كرة إلى الأمام. إيريكسن، رافائيل فاران، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. يطلق الحكم صافرته لإنهاء المباراة. هذا درس قاسي يتعلمونه في عالم كرة القدم. تقدم في النتيجة لا يعني الفوز. يا لها من مواجهة صعبة ورائعة، لأن الفريقين لم يرضيا